بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في فقرة وصايا لهذا اليوم نتحدث عن مسألة مهمة وإلها واقعنا وإلها واقع عفوا في حياتنا اللي نعيشها، وهي قضية الصداقة. من الجميل أن يكون للإنسان علاقات صداقة تجمعه مع الآخرين، يتبادل معهم أطراف الحديث، يجلس معهم، يتبادل معهم أطراف الحديث، يتواصل معهم. وقضية التواصل مو شرط اللي تكون من خلال الجلسات معهم، حتى لو عن طريق مواقع التواصل. لكن أكو ملاحظة مهمة هنا أحبتي، هذه الملاحظة هي في بعض هذه الجلسات قد تصدر كلمة، وهذه الكلمة تكون جارحة وفيها قسوة. طبعا هذا الذي يطلق هذه الكلمة أو تصدر منه هذه الكلمة يقول أنا إنما صدرت من عندي بداعي المزاح، اللي إحنا بتعبيرنا بالعراق نقول الشاقة ويا أتلاطف ويا، وهو ما تأذى. فهنا راح نوقفه نقول له منو قال لك هو ما تأذى من هذه الكلمة؟ فيقول ليش تأذى من هذه الكلمة؟ نقول هو أيضا إنسان، والإنسان له مشاعر وأحاسيس، الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس، فبطبيعة الحال يتأذى من الكلام القاسي ومن الكلام الجارح. ولذلك أحبتي لابد أن نكون دقيقين في كل كلمة، في كل كلمة نوجهها للآخرين. هذه القضية ترى جدا مهمة. ليش؟ لأن إحنا إذا وجهنا كلمة إلى شخص وتأذى هذا الشخص، هاي راح تدخل في حكم شرعي، الحكم الشرعي وهو إيذاء المؤمن. لا يجوز أذية المؤمن، بل إنها أذية المؤمن من أعظم المعاصي. وأتخطر هنا في كلمة جدا مهمة لأحد الأخوة الأصدقاء والأعزاء، يقول أنا من أريد أتواصل مع الآخرين، من أريد أتواصل مع الآخرين عن طريق الرسائل مثلا اللي هي بالمواقع، يقول ما أدز رسالة مكتوبة لهذا صديقي، ما أدز رسالة مكتوبة. فقلت له ليش ما أدز رسالة مكتوبة؟ يقول مرات هذه الرسائل المكتوبة ما تؤدي الغرض المطلوب، وقد يفهم منها أو من بعض الكلمات التي فيها تفهم بمعنى سلبي، تفهم بمعنى سلبي، فيتأذى الطرف المقابل، فيتأذى الطرف المقابل، ويقولوا أنا ما أريد أؤذي الطرف المقابل، وهذا معنى جدا راقي وسامي أحبتي. وأيضا أتخطر فد قضية في زيارة المولى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، واقعا فيها عبارة جدا مؤلمة. طبعا هي الزيارة واردة على لسان الإمام الصادق عليه السلام عندما يزور عمه أبي الفضل العباس، فأكو عبارة جدا مؤلمة، والإنسان يتوقف أمام هذه العبارة، يتوقف أمام هذه العبارة. واقعاً عندما أزور المولى أبي الفضل العباس هو يتوقف في هذه العبارة. العبارة هي أحبتي الإمام الصادق يخاطب المولى أبي الفضل العباس يقول له: لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن، لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. فالقتل تارة يكون من خلال الكلام أحبتي، هذه الكلمة قد تغتال شخصية الإنسان. ولذلك احنا ليش نحذر ونقول لازم نكون دقيقين في كل كلمة تصدر منا؟ فالكلام يقتل الإنسان أحبتي، مثل ما السيف والرصاص يقتل الإنسان، الكلام أيضا يقتل الإنسان إذا كان جارحا وقاسيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في مضمون رواية يقول: من أحزن مؤمنا. طبعا وأختم بهذه الرواية إن شاء الله، تأملوا في هذه الرواية أحبتي، تأملوا في هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحزن مؤمنا، من أحزن مؤمنا ثم أعطاه الدنيا، لاحظوا أحبتي، ثم أعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته. الله أكبر، شقد عظيم هذه الرواية. طبعا أكو بعض الأمور والذنوب اللي يرتكبها تكون لها كفارة، مثلا كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان له كفارة، القتل الخطأ له كفارة، اليمين له كفارة،
يقول حزن المؤمن، إدخال الحزن على قلب المؤمن وأذية المؤمن لم تكن لو أعطاه الدنيا. طبعا إذا تحقق هذا الأمر، وهذا الأمر لا يتحقق، لو تحقق هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله يقول لم يكن ذلك كفارته، وبعد ولم يؤجر عليه، يعني حتى لو انطاد الدنيا فهو لا يؤجر على هذا. فلاحظت أحبتي قضية إدخال الحزن وأذية المؤمن هي من القضايا واقعا الخطرة، فكون الإنسان يتجنب هذا الفعل. فوصيتي في هذه الفقرة أن نتجنب إيذاء المؤمن وإدخال الحزن على قلب المؤمن. أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر. دمتم في رعاية الله وحفظه.